لجنة التنمية الاجتماعية في محافظة بيش وبالتعاون مع لجنة التنمية السياحية وبلدية محافظة بيش تدعوكم لحضور مهرجان العيد. مسابقات مع وائل الخواجي، نجم قناة بداية، خفة يد مع علي مجك، عروض الثعابين مع عدنان الهرمي، أناشيد، جوائز، هدايا، سحوبات على جوالات وجوائز ضخمة، والكثير الكثير بانتظاركم، وذلك في رابع أيام عيد الفطر السعيد في صالة الأمير محمد بن ناصر بالضفة. تنظيم مسار للإنتاج الفني.